عندي 4 أولاد، ولدين وبنتين، أنا مسؤول عنهم، وأنا الأب والأم صرت لهم. مستشفى جوزي من أول الثورة، ومرينا مراحل صعبة كثير بعد ما توفى. يعني وشفت هالنزوح شو ما أصعب مر على الإنسان. أي والله ولد الخير كثير، يعني هذه حن علي وهذه حن علي لحتى عايشت الأولاد، وهذا وضعي.